باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرني الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. البخاري رحمه الله جزم بأن من لم يتم الصفوف فإنه آثم، فقال: باب إثم من لم يتم الصفوف. وإتمام الصفوف يعني إكمالها والإتيان بها على أكمل وجه، فيدخل في ذلك التسوية، ويدخل في ذلك سد الفرج، ويدخل في ذلك إكمال الأول في الأول، ويدخل في ذلك أيضا من أن لا يصلي الإنسان منفردا، فكل ما خالف المصافة فإنه مخالف لإتمام الصفوف. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.